بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم موضوع درسنا مختلف شوي، وهو أقرب للعلم من أنه هو ديني، بس ولكنه حيبرهن شيء جديد علينا، وهو لماذا الشيعة وأتباع أهل البيت دائما ما بيسجدوا على تربة أو على شيء لا يؤكل أو على حجر أو على الأشياء مثلا بالبيت، لا يسجدون على السجادة أو على هالأمور، دائما ما يستعملوا التربة. حوربنا دائما من قبل المدرسة الأخرى بحرب الفتاوي، ودائما حرب الحديث. الشيعة دائما بيقولوا أنه هذا الموضوع لا مفروض يصير بالصلاة، والفريق الآخر دائما بيقول أنه هذه بدعة من بدع الشيعة أو بدعة من بدع الروافض، وهذه البدعة هي محرمة وكذلك تحرم صلاتنا من خلال. ولكن اليوم لح أدخل بمواضيع حرب الشعارات ولا أي حروب، أنا حأدخل من الناحية العلمية، بما أن الله عز وجل من خلال اللي عطانا إياه علمنا أنه كل شيء فرضه علينا هو جيد لأجسادنا، وكل شيء لم يفرضه علينا هو جدا مش كويس، يعني بنضر للجسد. والصلاة هي شيء جيد للجسد، يعني لما يصلي الإنسان لازم يحس بروحانية عالية، لازم يحس براحة جسدية، لأن لما الواحد يصلي وما يحس بهذه الأشياء الصلاة تفقد هدفها الأساسي. الجسد لازم يرتاح لحتى الروح ترتاح، لحتى يصير في تواصل مع الله عز وجل، لحتى هذا التواصل يتطور مع الله عز وجل. مثلا هلأ بيقول لي واحد شو دخل السجود، أنا بعطيك كون مثل على شرب الخمر. حرم شرب الخمر بالإسلام، محرم. هلا ممكن يكون في اشياء جيده كويس اذا واحد شربها، بس ولكن الاشياء السيئه في الخمر اكثر منها على الاشياء الجيده في شرب الخمر، فلذلك حرم. واي في على حسب المعتقد الاسلامي اي شخص يشرب الخمر ما في يذهب الى الصلاه الا ليطهر جسده 40 يوم، او ما في يذهب الى الصلاه لحتى يعرف شو عم بيقول. يعني هلا مختلف هذه الامور، بس ولكن مجرد ما يشرب الخمر الناحية الجسدية المادية بالجسد ما عادش بتخليه للواحد يعرف شو عم بيقول بالصلاة، والطهارة الموجودة فيه مع يعني حصير في نجاسة داخلية بقلب الدم، لحتى يرجع ينضف الدم نهائيا 40 نهار لحتى يرجع الواحد فيه يرجع يصلي. فشرب الخمر لأنه بيأثر من الناحية المادية حيأثر على الناحية المعنوية. نفس الشيء في الصلاة، الصلاة السجود على غير المأكول، يعني ما فينا ناكله، أو على التربة اللي شوفوها الشيعة بتشوفوها عندهم، هيدي اللي دايما بيقولوا انه نحن بنعبد هيدي، وهي بالحقيقة هيدي بس فقط للسجود، يعني نحن لا عم نعبد لا هيدي. الموضوع فيها يكون من أي أرض، فيها يكون شكل حجر، فيها يكون حجر، فيها يكون الخام، فيها تكون اللي هن الشيعة بيفتوا انه مفروض الواحد يسرد على هذا الشيء. فهلأ نحن عم فرج حتى فرجيكم من الناحية العلمية السجود على هذه التربة هو مفيد للجسد. ليه؟ لحتى يأمن الناحية المعنوية، لحتى يأمن الناحية المادية، وخلال تأمينه لهذه الناحية المادية هيطور الناحية المعنوية معها شوي شوي، وبالإضافة إلى القرب، قربة إلى الله تعالى. كيف بتصير هاي المواضيع؟ يعني القرب من الله تعالى له شروط، والله عز وجل جعل هذه الشروط بناء على أشياء مادية ومعنوية بنفس الوقت. يعني لم يحرم الخمر عشان فقط الأشياء المعنوية أو أشياء مادية، لا، حرمها عشان تعكس المادي والمعنوي. لم يحرم أكل الخنزير لأنه يعكس المادي والمعنوي، لم يحرم الأكل الحرام لأنه بيعكس المادي والمعنوي، يعني حرم الحرام لأنه يعكس المادي والمعنوي. مع أنه لما واحد يأكل لقمته من الحرام كيف بيعرف الجسد انه هيدي حرام؟ ويأكلون في بطولهم نارا ولكن لا يشعرون. ان شاء الله حنمرق على الاكل المحرم الحرام اذا كان مذبوح بالحلال ولا غير حلال، يعني هاي كلها ان شاء الله جاي بالمستقبل. بس هلا حبرهن لكم من هاي النقطة انه ان شاء الله بشيء باستفاضة من هذا العلم، نفس الوقت بشيء مختصر لحتى ما اخذ من وقتكم الكريم. هلا لحتى برهن لكم انه هذا شيء مفيد، نحن بنعرف انه الجسد
هو يحتوي دائما على شحنات كهربائية بتعمل مع بعضه من خلال هذه الشحنات الكهربائية. الشحنات الكهربائية مؤثرة على الجسد، حتى في هنالك الكثير من الدراسات بتقول انه استعمال التليفون مثلا او استعمال اي شيء الخليوي مثلا، اي شيء بيعطي راديو اكتيف، يعني بيعطي بيسموها الكتروماجنتيك فيلد، الحقل المغناطيسي، هو بضر بالسلب على الجسد. ونحن طول النهار محاطين بهذه المواضيع، طول النهار من خلال كل الأجهزة اللي حوالينا محاطين بهذا عفوا محاطين بهذا هذه الترددات. فهلأ الله عز وجل يريد، يعني يريد لأنه بيعرف هالمواضيع، بده يخلينا دايما نضاف نضاف من الناحية المادية، لحتى واحد كأنه عم ينظف حاله، كأنه جعل مثل حمام حد بيته على باب بيته بيتحمم فيها 5 مرات رايح وجاي. فبما أنه هنالك في تواصل مع الله عز وجل، الله عز وجل بده يريحك من الناحية المعنوية والناحية المادية. يعني هذا الموضوع لا في تكبر ولا في شيء في كفر ولا أي شيء، يعني ما بعرف كيف لماذا ينظر الفريق الآخر إلينا بهذه النظرة. على كل حال، فهلأ بهذا الموضوع البرهان العلمي، ليه قيام بهذا البرهان العلمي؟ أتيت بهذه الآية اسمها تدعى علميا أوسيلوسكوب. هذا الأوسيلوسكوب بيقيس الترددات، يعني أي شيء إذا حبيت مثلا قيس أي شيء كهربائي، تردد كهربائي معين، جيب هيدي بسموه بروب، وهذا البروب حطه على أي شيئين، خط مثلا هون، هيدي من اليمين ولا اليسار، ده مباشرة على هيدي الشاشة بيطلع لي ترددات، وهذه الترددات ممكن نقيسها يعني. والترددات عادة ما تقاس بشيء يدعى الهيرتز، مخترع التردد هو هيرتز. فهذه المكنة أو هذا الجهاز هذه هي شغلته، وكل هذه هون مش مطلوب إنه 100% نعرفها، بس ولكن لحتى نحن نكون نقدر نشوف هذا التردد كيف عم يطلع وينزل وكيف عم بيأثر علينا. بما أنه أنا اليوم حكون الاختبار، فأنا حفرجيكم شو عم بيصير على هذا الجهاز، ولحتى نشوف صورة الجهاز أحلى ما قلكم إنه هذا عم يطلع عم ينزل. شوفوا هون أنا جبت كمان كاميرا، هذه كاميرا موجودة هون، ومن خلال هذه الكاميرا حفرجيكم إنه على هذا الجهاز هلأ مباشرة شو عم بيصير. يعني بتشوفوا هلأ على هذا الجهاز شو عم بيصير. هلأ من تنشوف هون الصورة، هذا التردد الجسدي اللي حنفرجيكم عليه، إنه هو لما بيسموه هلأ بالعلم هذا بالإنجليزي grounding yourself، يعني الgrounding هو نحن نستعمله في موجود هو بأجهزة الأجهزة الكهربائية كلياتها، وهو عادة ما يحتوي إذا عندكم مثلا شريط كهرباء ممكن تشوفوه عادة، هذه أكيد بالدول العربية مختلف شوي بس ولكن على نفس المبدأ، هذا طرفين هون مثلا الحامي وهون البارد اثنيناتهم، وبالوسط دائما ما بيكون هنالك هذا الارضي بسموه الخط الارضي. هذا الخط الارضي دائما ما بيكون جيد للاجهزه الكهربائيه، ليه؟ لان بفضي كل الاشياء اللي مش نظيفه بفضيها وين؟ بالارض. نفس الشيء الانسان عنده، الانسان لما يكون مثلا انا هلا لابس صوف باللبسي اي شيء، دائما مثلا بكون لابس كلسات بيطلع لبرا بفوت لجوا، ودائما بيحتك باشياء، فهيدي بتولد الايون الموجود بجسمه، وتجمع الايون الكثير مضر، هو من احد الاسباب اللي بيسبب مرض السرطان. فالله عز وجل يريد ان يقيق مرض السرطان، وحتى وجع الراس او حتى هذه الاشياء ممكن ان شاء الله بالمستقبل انه اعلمكم كيف الواحد يروح وجع راسه من خلال اذا حط نفسه على الارض دائما، اذا هو خلال هو نايم او خلال هو بس. ولكن الرجاء من الاحبه يعني انه ما يلعبوش بالكهرباء اذا ما بيعرفوش فيها، وبيسالوا اهل الاختصاص او اي عنده معرفه كهربائيه انه يبعد عن الحامي والبارد، لان ما بدي اياكم تتكهربوا. هذا الخط الارض مباشره اذا وضعت يدي عليه ما بيسر شيء، ليه؟ لاني موصول مباشره بالارض، هذا اللي بسموه الخط الارضي. فانا من على هذا الاساس جبت هذا الخط، وهلا حارجع احطه هون وفرجيكم انه بالطرف الاخر لهذا الخط، هذا هو الطرف الاخر، هذا هو الطرف الاخر انه انا قصيته من هاي الميله لحتى افرجيكم الاحلى، ما هلا يقولوا لي انه في زعبره. هذا هو الطرف الاخر مقصوص من هون كامل، هخلي هذا الجزء فوق، ليه؟ لان هذا هو الخط الارضي لونه اخضر، فهذا هو الخط الاخضر. انا قصيت في بهذا الخط 3 خطوط مع بعضها،
انا تركت بس قصيت الخطين هني اذا بتشوفون موجودين من هون، فانا تركت هذا الخط الارضي وهلا حخليه موجود قدامكم، وحنزل هيدا لتحت لوين حتى ركبه بشريط الكهرباء او البريز الكهرباء مثلا. اوكي، فهلا صار عندنا هذا الخط، ننتبه انه ما نحط ايدنا هون لان كلياتها كهرباء، فهذا الخط اذا وصلت يدي فيه ما بيصير شيء لانه مباشرة موصول بالخط الارضي، وهذا الخط هلا حنستعمله. هلا بنحطه هون، وهنالك هيدي اهل الاختصاص كمان بيعرفوا شو هي، بس هي شقفة حديد بتكون موصولة على الجسد لحتى انا اقدر اتحكم فيها، فانا هيدي الها مثل المغايطة من هون، بحطها على هيك وبشدها على ايدي لحتى تكون مباشرة موصولة على ايدي، ليه؟ لحتى تريحني، يعني انه مثل كأنه في هنالك مساعد معي، بما انه ما فيش مساعد معي فلازم شيء يساعدني، فانا هلا بشد على ايدي شوي هيك، وهي فقط شريط كهرباء موصول على اليد، بس مجرد مثل كأني عم بعمل هيك، يعني مثل شريط كهرباء بس ولكنه موصول على اليد، هو لا يحتوي على اي شيء بداخله، مثل ما تشوف شقفة حديدي موصولة على هيك. فهلا بتشوفوا معي، يراقبوا معي على الشاشة، ندور الكاميرا. هلا راقبوا معي على الشاشة انه هلا الشاشة انا وعاملها هيك هي صفر، يعني شوفوا هون هلا على الشاشة هي صفر، ما في شيء، كلياته كلير، كلياته صفر على الاخر. فهلا اذا جبت هيدي ووصلتها بهي مباشرة، شوفوا شو حيصير، مباشرة صار عندي سيجنال. هلا انا حطيت ايدي من هون وطيتها، فمباشرة انا حوقف. فلما وقفتها اول ما حطيت ايدي كانت السيجنال هون 62، هلا نزلت ل 34. ليه؟ لان مباشرة لما احط ايدي على اي شيء كهربائي لازم يوطي، يعني بتسحب الطاقة المغناطيسية الموجودة بالجسد والفريكونسي بنزلها. بس انا حامشي معكم على انه جسدي هلا قديش ماشي، 34 ملي فولت، وفروم بيك تو بيك، يعني من الاول لفوق، هي بسموها من الاول لهون هي 4 فولت، يعني جسدي اول ما حطيت الكهرباء عليه مباشره اعطاني 4 فولت مباشره، ودغري نزل لوصل لل 34 ملي فولت مثل ما عم نشوف هون. هلا وجود جسدي هيك بهالطريقه هو لحتى افرجيكم انه الجسم كمان عنده تردد. انا دائما لما اتحدث بمحاضراتي بقول انه هو تردد الجسد، هي هو التردد الكهربائي بالجسد. هلا من خلال هذا التردد الكهربائي بالجسد بنشوف انه هنالك شيء عم بيصير هو مش جيد، هذا شيء مش جيد لجسمنا، بس ولكن الخلايا كلها موصوله من بعضها بهالطريقه تتواصل كهربائيا مع بعضها، يعني هذه جيده للداخل بس ولكنها غير جيده للداخل. هلا اذا خليت حاطط ايدي، رح ارجع مشيها لحتى تشوفوا كلكم انه هنالك، شوفوا عم تنزل، بتضلها بهالطريقة، لا توقف على حد معين، وهي عم تمشي هلا مثل ما عم تشوفوا، هي عم تمشي، يعني انا هلا بطأتها وقفتها ليه، بس هي عم تمشي بسرعة، يعني شوفوا لما تمشي بسرعة هيدي انا وقفتها ليه لحتى نعرف فيك مشيها بالجهاز، خليها تضلها تمشي بس، ولكن ما حال واحد مثل ما بقولوا باللبناني بيحول، ولهذا الاحوال مش مفيد بهلا بهذه المحاضرة. فهي هلا موجودة، هلا الجسدي قديش عم بيصير؟ 85 عم يطلع ملي فولت، 60 70 50، بس مع هلا شو عم نلاحظ؟ انه ما عم يوطى عن ال 50، ليه؟ لان حطيت شريط الكهرباء بايدي، هذا التردد، هذا شريط الكهرباء هلا هنالك، الان انا حطه بالكهرباء في صار فيه عليه حقل مغناطيسي حواليه، فانا اذا حطيت ايدي عليه بس مجرد حطيت ايدي على هذا الحقل المغناطيسي قديش عم بيزيد؟ صارت 80 60 70، يعني عم تطلع وتنزل بهالسرعه، والتردد كمان عم يطلع معاه. فهلا بادنى شيء، أدنى أي، شوفوا البساطة الموجودة، حط إيدي على هذا الشريط، تابعوا معي على الشاشة، أنا عم حط إيدي، كيف شوفوا كيف التردد الكهربائي لوين بيصير. أنا وضعت يدي على الشريط وصار 16 ملي فولت، لما مجرد وضع على الإيد على هذا الموضوع صار 16 ملي فولت، ومن البيك تو بيك شوفوا من هون، من هذا البيك لهذا البيك 1.4 فولت، 1.4 فولت، يعني بس مجرد انه حطيت وصلت جسدي على الارض، على الخط الارضي اللي هو هذا الخط نازل بالارض نفسه، شوفوا شو صار، يعني لو كان الخط الارضي موصول بحديد بس هيك معلق ما كان عمل هذي، بس ليه؟ لانه موصول مباشره بالارض. فلما مجرد ما انا وضعت يدي على هذا الموضوع صار هلا حتى عم يوطى كمان، وهذا هو الشيء الرائع الله عز وجل خلقه لنا. فمجرد ما انا حطيت يد هيك على
بديش كهرب حالي على هيك من هذا المنطق، فدغري مباشرة نزلت الكهرباء، حتى صارت هلا البيك تو بيك 800 ملي فولت، 800 ملي فولت. انا عم بحرك ايدي مش عم تثبت، بس ولكن صارت 800 ملي فولت. فالتردد المغناطيسي الموجود حوالينا، برهنت لكم انه هي بسموها بالانجلش grounding yourself، يعني لما تحط حالك على الجراوند هيك بيصير، يعني بتروح كل الشحنات، وهذه الشحنات لما تروح تنزل بالارض بتروح مرض الكانسر، بتروح السرطان، يعني بتساعد على انه تروح السرطان مع الوقت. اكيد هلا نحن بحاجه لاجهزه تانية ان شاء الله بالمستقبل، بعد الابحاث اللي نخلصها ان شاء الله حاعرض كيف الواحد بيقدر يروح مرض السرطان الاولي من خلال عده طرق بتسهل على الجسد وبنفس الوقت بتريحه، يعني اللي عنده موجود وجع راس، مش وجع دائم بسموه من الساينس، لا وجع بيمرق من خلال ضغط، من خلال ضغوطات الحياة، بس مجرد ما يحط ايده على الخط بحط مثلا اذا بيجيب هيدي بحطها مع بعض لمدة نصف ساعة بيرتاح، بيرتاح جسديا. ليه؟ لانه ground himself بسموه. بس ولكن هناك شيء افضل من انك تحط ايدك على هذا، هو السجود. السجود نفسه هو grounding yourself، يعني grounding yourself يعني تحط حالك مباشرة على الارض. الله عز وجل لما اعطانا السجود، لما الواحد يسجد سجود دائم، هذا السجود مريح للجسد، مريح للراس، مريح لكهرباء الراس، مريح لكل الاشياء. فالله لانه الاكثر الاعضاء الموجوده بالجسد تستعمل كهرباء، تستهلك كهرباء، ولها تواصل مع الحقل المغناطيسي، لانه العقل الله عز وجل داخل الدماغ هنالك مثل خلايا، وهذه الخلايا كلها بتتواصل على كهرباء عالية. هذه الكهرباء العالية هي اللي بتسبب شيء يدعى الحقل المغناطيسي. هي الحقل المغناطيسي هو اللي بيعمل لنا الأمراض إذا كان في الجسد دائم، يعني كان دائم على الجسد، يعني حد الجسد مثلا إذا كان عندنا في مودم، وايرلس مودم هلا موجود بالنسبة للإنترنت، هذا كمان بضر بالجسد. ليه؟ لأنه دائما ما يبث الموجات الكهرومغناطيسية. فنفس الشيء بالتليفون، نفس الشيء بالكمبيوتر، حتى مجرد اذا حطيت هلا ايدي على المونيتور وانا حاطط ايدي هون بتعلى التردد. خليني افرجيكم هلا، مثلا انا حطيت رجعت ايدي هاي مباشره هون، خلينا نشوف نوصل الكهرباء نرجع. شوفوا هلا هون حطيت ايدي عليها، مثلا انا حطيت ايدي على حشائي مغناطيسي عالي، ليك قد ايش صار. اذا بدي اقيس كهرباء جسدي، وخليني اعطيكم مثل، اذا هلا انا موجود على نفس الشريط، هذا الشريط الكهرباء هخليه هون. فاذا بدي اقيس شيء معين مثلا، مش عم يقعد معي الشريط الكهرباء، فاذا بدي اقيس شيء معين هلا شوفوا معي على الشاشه، فانا وضعت يدي هون على هذا، رجع اجا انه كهرباء موجوده بس اخف من الاول. اذا ملاحظين ليه؟ لان هلا بعدني حاطط ايدي على شريط الارضي، بس ولكن هلا الجسد بيرجع من اول وجديد بيعبي الطاقة هيدي. بس ولكن اذا حطيت هون في عندي لابتوب، حطيت ايدي عليه، شوفوا كيف الكهرباء، عفوا في التشريط، شوفوا انه هون الكهرباء كيف حتعلى. مجرد ما رقت ايدي على الكمبيوتر كانت الكهرباء 1.9 فولت 8 فولت، صار 2.12. هلا رجعت قمت ايدي، ضل هذا الموضوع على الجسم، حطيت ايدي مثلا على شاشة الكمبيوتر صار الفولت بيك تو بيك 2.36، كانت اول شيء 1.8. فاي شيء بنستعمله بيجيب لنا كهرباء. اذا انا حكيت على التليفون هذا كمان تردد بيأثر على مخي، اذا حكيت على اي شيء، اذا استعملت اي شيء كهربائي بيأثر على مخي، بيأثر على جسدي، لا بيصير هنالك طاقة كهرومغناطيسية، وهي الطاقة الكهرومغناطيسية هي اللي بتأثر على الجسد. ف بهذا الشيء انا فرجيتكم هلا انه هيدي بس لما الواحد يعمل ground himself، يعني لما يحط حاله على الشيء الارضي بتفرغ كل الشحنات الكهربائية. هلا بيقول لي واحد ممكن عبقري بيقول لي طيب شو هذا، شو له على، يعني الواحد لما عم بيصلي ما عم بحط ايده على الشيء الارضي لحتى يفرغ الشحنات، شو حتعمل شو حيعمل يعني التربة اللي بتسجدوا عليها للأرض. هلا إذا وضعت، إذا قمت هذه التربة الموجودة بإيدي مسكتها بإيدي فقط وطي بس ولك 0.20 ملي فولت بس ولكن هلا هذه ما بين اليد وما بين شو، ما بين ايدي، بين اصبع وهون، يعني بس انا عم بقيس الشغل المغناطيسي الموجود هون فقط.
بس. ولكن اذا جبت هيدي شريط الارضي وحطيته على راسي من هون، شوفوا على الكاميرا، حطيته هون وحطيت هيدي مباشرة حد مني، شوف شوف شو عم بيصير، عم توطى. أكيد حتاخد وقت بس عم توطى. وضعته هون مباشرة، هي عم يوطى. كنا هلا 80 ملي فولت، 85 ملي فولت. وستين ملي فولت. فطول كل ما نطول سجودنا بهاي الحالة، هيدي السجدة هون شو عم تشتغل؟ عم تشتغل كأنه مثل الجراوند، يعني مثل نحن كأنه حطينا جراوند وريحنا حالنا فيه. هلا للأسف أنا ما عنديش أجهزة بتقيس الشعاع المغناطيسي، بس ولكن اللي عنده هذا الجهاز بتمنى إنه يعمل محاضرة ويفرجينا إنه خلال سجوده على الأرض، خلال لما يوضع يديه ورجليه وهيدي كلياتها مباشرة، أنا بدي إياها تكون إنه تنقاس من هيدي من هون لما الواحد يعمل سجود لكل أطراف الجسد تعوله، لحتى نقدر نطلع إنه السجود على التربة هو مفيد جدا لصحة الإنسان. هو الله عز وجل أوجد هذا الموضوع، هو حقيقي. أنا ما بدي فوت بحروب الأحقية ولا لا، بس ولكن من الناحية العلمية هذا السجود على هيدي بلطف الجسد، بروح الايونات الموجبه والسالبه من الجسم، بروح الشعاع الكهرومغناطيسي، وبنفس الوقت بريح الجسم وبيهدي الحاله المعنويه لحتى يطلعها للحاله الماديه. اقول قولي. اذا اي في عنده اي حدا سؤال، الرجاء الايميل، دائما الايميل بنوضعه تحت الفيديو، رجاء الاسئله العلميه. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه